إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، أيها الملأ المسلم، نحمد الله الذي هيأ لنا زيارتكم في هذا المسجد، فانشرحت صدورنا برؤية إخواننا وأحبابنا وجيراننا وزملائنا، وإنا لنسعد بهم ونتشرف بزيارتهم، ونسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم بالمحبة الخالصة الصافية النقية التي تكون بيننا، فيأجرنا عليها وينفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخوة الإسلام، كان في مثل هذا اليوم من الأسبوع الماضي حديثنا حول سورة الزلزلة، وكانت الإفاضة في القول الذي يسر الله به ما الذي يعتري الأرض من الآثار والزلازل والأهوال المؤذنة بقيام الساعة، وما الذي يطرأ على جبالها من النسف والتسيير والإزالة، وما الذي يعتري بحارها من السجر والتفجر، وما الذي يعتريها من التشقق
والاضطراب، وكيف تخرج ما في بطونها، وكيف تخرج أفلاذ كبدها، وكيف تخرج معادنها، وألقت ما فيها وتخلت، وكيف تتكلم بأمر الله لها وبوحيه إليها بأن ربك أوحى لها، أوحى لها بعد استماعها لأمره أن تحدث أخبارها وأفعال العباد عليها من خير أو شر، معروف أو منكر، طيب أو خبث، بر أو فجور، طاعة أو عصيان، ذكر أو نسيان، وأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، فهو الذي ينطق الجوارح بغير لسان ولا حنجرة ولا اصطكاك أجرام، فتتكلم الجوارح بأفصح لسان وأوضح بيان تحدث عن حقيقة هذا الإنسان وما كان منه من طاعة أو عصيان. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وفي هذا اللقاء ننطلق من الأرض إلى السماء لننظر إذا جاء أمر الله ما الذي يحدث للسماء؟ هل القيامة وأهوالها وشدائدها؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم، هذا العظم يطرأ على الأرض فحسب أم أنه يطرأ على السماء والأرض؟ وهذا الاختلال في الأرض والانمحاء والزوال هل يكون وحيدا في الأرض أم لا يكون إلا بعد اختلال النظام الكوني؟ فإن الله جل وعلا قد أخبرنا في آيات متعددة فأبدى وأعاد وأجمل وفصل وبين أن الزوال والفناء والهلاك يعم الكون كله، سماواته وأرضه. قال جل وعلا في كتابه الكريم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إذن بدل المسكن والساكن، أفني الساكن والمسكن والكون والكائن، وبقي المكون، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن كتب الفناء على كل شيء. ولنتأمل فناء السماوات
وليست الأرض بالنسبة إلى السماء إلا كذرة تائهة في الهواء. ها أنتم ذا ترون الشمس وهي جرم عظيم ونجم كبير، وما حجمها بالنسبة إلى السماء؟ وما حجم الأرض بالنسبة إلى الشمس؟ وأنتم ذا ترون القمر، ما حجمه إلى السماء؟ وأنتم ذا ترون السماء في كل ليلة تتلألأ نجومها وكواكبها ولا ترون منها إلا ما قدرت العين على رؤيته. فإذا صفى الجو رأيتم من النجوم ما لم يكن يرى. وقال القائل: الليلة السماء صافية، ما أكثر نجومها؟ وبقي ما لا يرى لأبعاده. وها أنتم ذا ترونها في النهار تخفى ويغيبها الفجر، إذا انفجر، والشمس إذا بزغت، وتمر الشمس في هذه الأعداد الهائلة من النجوم والكواكب فما تصطدم بها، إما لارتفاعها عنها ودنو الكواكب منها، أو لأن كل واحد منها له فلك يجري فيه. ولا يمتنع الأمران: الارتفاع والسير في فلك خاص يمنعه من أن يصطدم بالآخر. ومن أكثر التأمل في السماء ودقق وجد أن بعض النجوم تتجاور مع مرور الأيام، نجم تقدم ونجم تأخر، سبق هذا هذا، وقد تمشي نجوم في مسار الرباعي مع مرور الأيام، تقدم بعضها وتأخر الآخر. إذن حتى النجوم كلها لا تجري مرة واحدة بسرعة واحدة، بل تتفاوت في سرعتها وأبعادها وأفلاكها. وتأملوا القول المجمل من الملك المتعال: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. إذن كل له مجرى، فمع هذه الكثرة الكاثرة لا تصطدم لأنه يجري بدقة. لما لا يتقدم بسرعة ولا يتأخر؟ لو ازداد عن سرعته فاصطدم بغيره، ولو تأخر تأخرا كبيرا فاصطدم بغيره، ولو ذهب في غير مجراه لاصطدم بغيره. وأنتم ذا ترون لو اصطدمت النجوم بعضها ببعض لتساقطت على الأرض، لسقط بعضها على الأرض وأحدث فيها من النيازك والكتل والقطع العملاقة التي لو نزلت على الأرض لأحدثت فيها الرجفات. وهناك بعض المواطن في الأرض حفر عملاقة في صحاري فيحاء يدرك الناظر بأنه سقط في هذا الموطن نيزك أو قطع كبار أحدثت هذه الحفر العملاقة
دون غيرها من الأماكن. لو سقط الصخرة من مسافة قريبة بحجم هذا المسجد، بحجم هذا المسجد، صخرة كبيرة تسقط في وسط مدينة، ماذا ستحدث من الارتجاف والاهتزاز؟ ما يستدعي الدمار. كيف لو سقط مثل هذا المسجد صخرة بمقدار 10 مرات؟ كيف لو سقط الصخرة بمقدار جبل؟ ما الذي سيحدث من الاهتزاز؟ هذا أمر عجيب في صرف الله عز وجل لما يأتي من القطع المتناثرة في الهواء تصرف عن الأرض بأمر الله. لكن إذا جاء الوعد المحتوم والقدر المعلوم للسماء اختل نظامها وتناثرت كواكبها وتصدع جرمها واضطرب الكون كله وما جاء بعضه في بعض، ولا أحسن وصفا ولا أبين إيضاحا من بيان القرآن لحدث الأكوان. فلنقف مع بعض الآيات القرآنية المفصحة عن حقيقة السماوات، ما الذي يعتريها إذا جاء أمر الله. وحين تتأمل في زوال السماوات وزوال الأرض تعلم أن الأرض ومن فيها ليست باقية ولا هو باق، فعلى ماذا ينازع وعلى ماذا يصارع؟ كم عمره؟ بل لو ملك الأرض كلها ما الذي يغني؟ لو أن رجل من زمن محمد صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله عمرك يا فلان ستعمر، يا فلان لو قال له إنك ستعمر 40 و400 و1000، أي ستعمر 1440 سنة ثم تموت، سيغبط من كان في زمنه، أعمارنا بين 60 و70 وعمر فلان يجاوز 1000، هنيئا له، كم سيمتع ويأكل ويشرب وكم سيرى من عجائب الدنيا وغرائبها، وكم سيكون له من مال وعيال ورجال ودولة. وصل إلى زماننا هذا قال أنا رأيت رسول الله وأخبرني أني أعمر إلى كذا، كم بقي من عمري؟ قل بقي لك من عمرك 3 سنين لقليل، 3 سنوات تموت. إذن أين ذهب 1437 عاما؟ نحن الآن في عام 1437، بقي إلى 40 3 سنوات و80 سنة، إذن بقي سنتان، بقي من عمرك سنتان، لأنه دخل الآن 38 قبل شهر أو أقل، إذن بقي من عمر سنتان يموت. طيب إيش أغنى عنه 1438؟ إيش أغنى عنه؟ قال جل وعلا أفرأيت إن متعناهم سنين، أي أخبرني إذا عاش وتمتع سنوات بكل متعة يتمنونها نالوها، ثم جاءهم ما كانوا يعدون، وعدوا بالموت وعدوا بالقيامة، ثم جاءهم ما كانوا يعدون. السؤال ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون؟ إيش استفادوا؟ فإذا كان من عمر هذا العمر ما أغنى عنه عمره شيئا وهو يمتع في أمر الدنيا، بالنسبة لنا أعمارنا ما بين 60 و70، ما تمتعنا به من 10 سنين ماذا أغنى؟ ولا أغنى شيئا. إذن ما الذي يغني؟ أن تجعل العمر وإن قصر جهدا في الدنيا وما فيها، وإقبالا على الآخرة وما فيها، رغبة في دار القرار وزهدا
عن دار الزوال. إذن وعد العبد بجنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر بكرم وإكرام وعطاء وإنعام بين يدي الملك العلام بالحور العين بالجنات دار النعيم. فعلى ماذا أبيع الباقي بالفاني؟ وعلى ماذا أشتري البعر بالدر واستودع بالتمرة؟ لأن بعض الناس عنده ذرة منقودة نقدا أفضل من درة موعودة، هذا جهل. درة موعودة ستنعم بها وذرة منقودة ستزول عنك. إذن دعوة إلى الزهد في الدنيا والإقبال على العمل الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولفظ ثلاث ضعيف، لفظ شاذة. حبب إلي من دنياكم، لو قلنا ثلاث لكانت الصلاة من أمور الدنيا، ليس الصلاة من أمور الدنيا، إنما الطيب والنساء من أمور الدنيا. إذن دنياكم وما أنتم تفرحون بها جعل الله في قلبي حبا للنساء والطيب. ولذا قال ابن القيم عليه رحمة الله، قال: إتيان الحلال من أنفع ما يكون للعبد، إتيان لحلاله من أنفع ما يكون لبدنه، وما من شيء إذا كثر إلا ويقسي القلب إلا إفضاء الرجل إلى أهله فلا يقسي قلبه. بل لعله جاء في حديث بأن من أنفع ما يكون إتيان الحلال. إذن الدنيا وما الذي يتنافس عليه الناس لا قيمة له عند الأخيار والأبرار، لأنهم يرغبون ما عند الملك الغفار مما أعده الله لهم. قال جل وعلا في كتابه الكريم: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا. ما تقدم في سورة الطور أقسام، والكلام عليه يطول، على القسم بالطور وما هو الكتاب وبالبحر المسجور، والقسم بالسماء يتناسب مع قوله يوم تمور السماء مورا. لماذا أقسم الله بالسماء؟ فقال: والسقف، أي أقسم بالسقف المرفوع. أقسم الله بالسماء، السقف المرفوع هو السماء. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. فسقف الأرض بل سقف العالم السماء. أقسم بالسماء لأنها الخلق العظيم. قال جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس. فخلق السماوات أعظم من خلق بني آدم، وخلق الإنسان يسير. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. وقال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. كأنما خلق نفسا واحدة، أي ليس على الله بعزيز ولا بممتنع. إذن أقسم بالسماء التي هي سقف العالم ومتعبد الملائكة، أطت السماء وحق لها أن تأط، أي صوتت لكثرة الملائكة المسبحين فيها والقائمين
والراكعين والساجدين، فالملائكة ملأوا السماوات صفوفا. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. إذن فهي سقف العالم وموطن متعبد الملائكة ومحل إجابة الدعوات، وترفع إليها الخيرات وتنزل منها البركات، وهي المخلوقة بالخلق الحسن البديع الرائع. فيها انسيابات وتموجات تشبه الهواء إذا مر على سطح الماء فأحدث في الماء تموجات يسيرة. قال جل وعلا: والسماء ذات الحبك، أي ذات الطرائق الحسنة البديعة. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، أي في شأن محمد أو القرآن، ولو كنتم على حق لاتحدت أقوالكم فلما اختلفتم دل أنكم لستم على حق. إذن هذا الخلق العظيم الرائع البديع الواسع سيحصل له في يوم من الأيام بداية تغير للسماوات. قال: يوم تمور السماء مورا. المواران تحرك واهتزاز، السماء ثابتة وساكنة لأن ما فيها من أجرام وكواكب ونجوم ومحل متعبد الملائكة وفيها ما فيها من الأنبياء، هذا التحرك يستدعي اختلال لما فيها. إذن يوم تمور السماء مورا، تبدأ السماء تتحرك، هذا التحرك يدل على بداية زوال وحلول أهوال. يوم تمور السماء مورا، قرن مورانها بحركة الجبال، إذ النظام الأرضي متصل بالنظام الكوني، إذا اختل الأعلى اختل الأدنى. قال بعدها: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. إذن هذه بداية للسماوات، الاهتزاز والاضطراب والحركة. إذا حصل لها الموران حصل لها عدة أمور، منها انشقاق وانفطار وتفتح وتشقق وتذوب وتسيل كالدهن. لكن هذه البداية، وتأملوا الآيات القرآنية. قال سبحانه بعد أن ذكر اهتزازها واضطراب السماوات وحركتها، قال سبحانه: إذا السماء انشقت. هذا الانشقاق ليس في مكان واحد، التشقق يشملها. هذا التشقق له أصوات ليست كأصوات الصواعق ولا الرواعد، ليست كهزيمها، إن الرعد قد يسمعه من في الدليل ولا يسمعه من في إب، قد يسمعه من في إب ولا يسمعه من في تعز، قد يسمعه من في تعز ولا يسمعه من في صنعاء، مع أن صوته عظيم. هل رأيت رعد عم اليمن؟ هذه الرعود وهزيمها، انفطار السماء وانشقاقها أعظم من هزيم الرعود، إذ يشمل الأرض كاملة. إذا السماء انشقت، إذا انشقاق، وقد يعبر عنه بانفطار. قال سبحانه: إذا السماء انفطرت. انفطار وانفجار وانشقاق بسبب ماذا؟ بسبب يوم القيامة. قال سبحانه في كتابه الكريم: السماء
منفطر به، أي بيوم القيامة كان وعده مفعولا، وعد أنه سيزيل الكون وستفطر السماوات، هذا الوعد مفعول، كان وعده مفعولا، فأتى بصيغة الماضي، ما قال كان وعده سيفعل، قال كان وعده مفعولا، أي هو كائن لابد. إذن انشقت السماء وانفطرت، قال سبحانه في موضع آخر يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا، قرن بين تسير الجبال وفتح السماوات، تفطر وتشقق وتفتح أبوابا وتصبح فرجا. قال سبحانه في كتابه الكريم فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت، الفرجة الفتحة، إذا تشقق وانفطار وتفتح السماء أبوابا وتصبح فرجا، إذا حصل لها هذا حصل لها أيضا بعد هذا التغير ذوبان جرى عليها فذابت، تشققت لما كانت متماسكة، لكن الآن أصبحت ضعيفة، أصبحت السماء ضعفت بسبب ما طرى عليها، الله أعلم ما الحر التي تجري عليها. قال سبحانه وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وهي ضعيفة يعني، إذن انشقت ثم ضعفت، فهي يومئذ واهية ضعيفة لينة، إذن بعد هذا التغير الكامل أصبحت ضعيفة، يتحول الضعف إلى سيلان، تذوب السماء تذوب. قال سبحانه يوم تكون السماء كالمهل، والمهل الرصاص المذاب، إذا ذوب الرصاص صح ذائبا. قال بعدها وتكون الجبال كالعين كالصور المتطاير، إذا الجبال بسبب الزلازل صارت كالصوف، الأحجار تطير كالصوف، والسماء صارت كالرصاص المذاب، إذن تحولت من موران واهتزاز إلى تشقق وانفطار وانفجار وفرج وفتح وأصبح فتحات، صارت ضعيفة، الآن تتحول إلى رصاص ذائب، بل تتحول بعض الرصاص الذائب إلى دهن، تقطر السماء كالدهن. قال سبحانه فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، أي صارت محمرة كالوردة، فلما احمرت قطرت على رؤوس العباد وردة كالدهان كالدهن، شدة الأهوال حولت السماء إلى قطرات دهن ذابت، طرى عليها الأمر الذي لا مرد له. إذن إذا كانت السماوات وما فيهن لا يقوم لأمر الله، والأرض وجبالها وبحارها لا تقوم لأمر الله، كيف يقوم هذا الإنسان في ذلك اليوم لأمر الله من بقي منهم؟ كيف يقوم أمام عظمة الله وهيبته وبطشه وما يحصل في ذلك اليوم؟ هذا للسماء، ثم انطلق إلى ما فيها، أليس فيها شمس؟ فيها قمر؟ فيها نجوم؟ كيف يكون حالها؟ قال سبحانه وإذا الكواكب انتثرت، العقد الرائع الذي كان في صدر السماء وعنقها تزين بها
كما تزين الحلي على عنق المرأة، تزين عنق المرأة تناثرت حليها، وزينا السمادين مصابيح عطة، الزينة تناثرت. قال سبحانه: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. إذن هذه الكواكب الهائلة انتثرت، عند الانتثار لم تعد تجري في مجاريها ولا في أفلاكها، عند انتثارها يصطدم بعضها ببعض، إذن صار الكون ممتلئ بالاضطرابات، سماء تذوب وتقطر، كواكب تتراجم ويصدم بعضها بعضا، لا ترى موطنا في هذا الكون إلا وفيه من الأهوال والأراجيف والاضطرابات. هذا بالنسبة للكواكب. قال سبحانه: وإذا النجوم انكدرت، أي ذهب ضوءها، إذا انطلقت عن أماكنها وذهب ضوءها. قال سبحانه: وإذا النجوم طمست، انتثرت وذهب ضوءها وطمست، طمس ضوءها وانطلق بعضها في بعض. انطلق معي إلى الشمس والقمر. قال سبحانه: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. قال العلماء: كورت ذهب ضوءها، إذن أصبح العالم ظلام. الآن إذا ذهبت الشمس منا إلى جهة من جهات العالم عندنا ظلام، إذن محيت الشمس بأكملها، صارت ذهب ضوءها، إذن الكون مظلم مع جانب الأحداث السماوية الأرضية، إذن لا مفر لا هروب، ظلام، ظلام واصطدام وتغيرات هائلة عظيمة في هذا الكون، ونجوم تتساقط، لا مفر لأنك لا تدري أن تهرب. لو ثبت على الأرض، الأرض تضطرب وتزلزل. قال سبحانه: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ أين الهروب؟ أين أذهب؟ لا أرض مستقرة ولا سماء مستقرة، انتهى المسكن والساكن، أين المفر؟ كلا لا وزر، لا مفر إلى أي جهة إلا إلى جهة واحدة، إلى ربك يومئذ المستقر. لماذا؟ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. إذن أزال الله الكون ليرجع هذا الإنسان إلى مكونه وإلى خالقه، ليسأله عن أعماله وأقواله، عن صلاته وعبادته، عن لحظاته وعمره، عن ماله وولده، عن سمعه وبصره، عن حاله ومقاله، عن نيته وفعاله. فليتهيأ العباد، فليتهيأ العباد للقاء ربهم، ولا تتمنى أن يطول عمرك إلا في طاعة الله عز وجل. وأما الأعمار إذا طالت وامتلأ عمر الإنسان بسفك الدماء وأكل الحرام والبطش والآثام، طال عمره مشركا بالله أو قاتلا أو ساحرا أو تاركا لصلاة أو عاقا لوالديه أو مؤذي لجاره أو آكل ربا أو أكل مال يتيم أو شارب خمر أو زانية أو لوطية أو فاسقة أو متكبرة أو خائنة أو معجبة أو ظالمة أو شاتمة أو مطففة أو مفسدا في الأرض، فعمره وبال عليه، وشركم من طال عمره وساء عمله. فما دام أن السماوات والأرض كله فان، فلا تطمع في الدنيا ولا تنافس عليها ولا تصارع عليها، لا على أراضيها ولا على جربها ولا على أموالها ولا على دكاكينها، خذ منها حاجتك من حلال واستعن بالحلال على عبادة ذي الجلال وكفاية العيال، وأبشر بما عند الملك المتعال من الكرم والإكرام والعطاء والإنعام. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرحمنا وإياكم برحمته، وأن يسكننا وإياكم فسيح جناته،
اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات حب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمن يقرب إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمنا رحمة تغنى بها عن رحمة من سواك، اللهم ارحمنا رحمة تغنى بها عن رحمة من سواك، اللهم ارحمنا رحمة تغنى بها عن رحمة من سواك، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. Thank you.